في هذه الليلة الجميلة وهذا الحدث الذي إنجاز التعبير أن نسميه مميز بكل حالاته. مميز أولاً بتواجدكم، مميز ثانياً لأننا بصدد إطلاق سيارة جي ستار راي في الشرق الأوسط، ولذلك نحن سعداء بتواجدكم، ونحن سعداء أيضاً بهذه الليلة التاريخية. إن سمحتم لي أعرفكم على نفسي، أنا علي الخيري وسأكون معكم طوال هذه الليلة الجميلة والاستثنائية. الآن دعونا نشاهد وإياكم مقطع تشويقي للستار راي التي نحن بصدد الاحتفال بها. اليوم سنكتشف وإياكم جمال وقوة هذا الجيل الجديد من جيلي. هذا الجيل تم تصميمه بهدف التفوق، وهذه السيارة تحديداً تجمع مميزات عديدة، تجمع بين الأناقة والأداء المذهل والتصميم العصري، ولذلك نحن محظوظون بهذه التجربة الجديدة والاستثنائية التي سنتعرف عليها طيلة هذه الليلة. في البداية دعونا نستمع إلى كلمة افتتاحية من السيد محمد الخلاوي، وأريد ترحيب حار ليتشرف معنا في هذا المسرح الرئيس التنفيذي لشركة الوعلان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة والسيدات، مساء الخير وأهلا بكم جميعا. نحن هنا اليوم للاحتفال بلحظة استثنائية، إطلاق سيارة جيلي ستار راي. نتقدم بجزيل الشكر لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذه المناسبة البارزة. جيلي ستار راي ليست مجرد سيارة، إنها تجربة فريدة من نوعها، تجمع بين الأداء المتميز والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم الرائع. هذه السيارة تعكس تطور وتقدم شركة جيلي في عالم السيارات. نحن هنا اليوم لنقدم لكم إبداع يجمع بين الأناقة والتقدم والتزامنا الراسخ بتوفير أجمل طرازات وفئات السيارات في السوق. هدفنا التألق والتفوق، ووعدنا لكم هو الاستمرارية في التقدم نحو الأفضل. هذه السيارة تجسد الابتكار والأداء والتصميم الرائع، إنها نتاج جهود استثنائية وعمل متواصل لإيصال لكم سيارة تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا الحديثة بأعلى مستويات الجودة والأداء. شركة الوعلان للتجارة تسعى لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب على السيارات، على سيارات جيلي، من خلال استثمارات ضخمة وجهود مستمرة. لذلك وعدنا هو الاستمرار في تطوير مراكزنا ومراكز خدمات ما بعد البيع، حيث تم بحمد الله يوم أمس افتتاح أكبر مركز صيانة لجيلي في الشرق الأوسط، لكي يتسنى لنا تلبية جميع احتياجات عملاء جيلي. نحن متحمسون لمشاركتكم تفاصيل هذه السيارة ومميزاتها، ونأمل أن تكونوا متحمسين مثلنا لاستكشافها وتجربتها. شكرا لكم حضوركم اليوم، ودعونا نستمتع سويا بهذا الحدث الرائع. شكرا جزيلا. أود أن أدعو إلى المسرح السيد أليكس جوب، نائب المدير العام لشركة جيلي الشرق الأوسط. السلام عليكم. السلام. Ladies and gentlemen, distinguished guests, good evening. As I stand before you, I'm filled with gratitude to our trusted distributor, dealer partners, fleet partners, medias, influencers, banks, and corporate. To all friends present and those who can't be here but care for Geely, your support and belief in Geely's vision have been the cornerstone for our successful journey. The Kingdom of Saudi Arabia and the broader GCC holds a significant place in Geely's overseas market. Our focus on this region is unwavering, and our commitment is evident in every stride we take. Just last month, we launched the GMC, Geely's first EV in the GCC. Not only is it a marvel of modern engineering, but it also stands as the most affordable EV in the market today. This is our promise to consumers: premium quality without compromise.
And to further our dedication, Geely's largest service center outside of China, right here in Riyadh, has been put into operation one day ago. What we pursue too is about ensuring that every Geely owner feels valued and cared for. As you enter into this venue, I believe everyone has also noticed the Geely. You might have noticed some of Geely's shining stars, Kure, Tugela, Emgrant, Mangello, and others. These names have become synonymous with excellence. But today, we are here to spotlight a new star. Ladies and gentlemen, we are on the cusp of automotive evolution and we unveil Starray. This is not just a car, it's a dream realized. Drawing from the Geely Vision Starburst concept, the Starray is where art meets innovation. It will, along with other Geely models, bring every drive a superior experience. Every journey becomes a story and every step into the future. I would like to end by sharing with you a popular Chinese phrase that resonates tonight, Yao Yao Ling Xian, which means leading by a significant margin. Starray has absolute strength to comprehensively lead its competitors in the system, and I'm confident you will experience the same feelings as the evening unfolds. Thank you for being with us tonight. Enjoy the show, and as we say, happy life, Geely Drive. Thank you. حضورنا الكريم، لعلي من عشاق السيارات، وأعلم يقينا أن غالبية الحضور أيضا ملمين، شغوفين، محبين أيضا للسيارات. سيارة جيلي ستاراي تم تجهيزها بمميزات عديدة، وهذا الذي جعلها تبرز في فئتها، ابتداء من المحرك القوي إلى التقنيات المتقدمة، والمهم أنهم ركزوا في تصاميمها على أن تكون هناك مساحة داخلية واسعة. سنكتشف جميعا الليلة كيف يمكن لهذه السيارة أن تلبي جميع الاحتياجات، عائلية أو شبابية، مختلف الاحتياجات. ولذلك اسمحوا لي أن لا أطيل في هذه المقدمة، وأريد ترحيب خاص بالسيد محمود مصباح مدير المنتج ليقدم لنا تفاصيل هذه السيارة. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات والسادة الحضور الكرام، أهلاً وسهلاً بحضراتكم جميعاً في حفل الإعلان وجيلي لتدشين أحدث سيارات جيلي عالمياً في المملكة العربية السعودية. نقدم لحضراتكم اليوم بإذن الله جيلي ستاراي الجديدة كلياً. استكمالاً لما بدأه الزملاء، جيلي ستاراي الجديدة كلياً بتيجي مبنية على أحدث تقنية مستخدمة لدى جيلي، وهي الهندسة المعمارية أو CMA زي ما احنا بنسميها. لدينا في جيلي جروب هذه التكنولوجيا الرائدة، والتي تستخدم على سيارات أخرى في المجموعة كسيارات فولفو وسيارات بولستر. الهندسة المعمارية فريدة من نوعها في تقديم تجربة استخدام تعتبر الأفضل في الفئة. خلينا نوضح لحضراتكم أبعاد السيارة، لأنه جيلي ستاراي جاية تضيف معيار جديد في المساحة في الفئة. كطول إجمالي جيلي ستاراي طولها الإجمالي 4.67 متر، العرض 1.90 متر. المقياس الأهم لدينا هو طول قاعدة العجلات، فبطول 2.77 متر تتفوق جيلي ستاراي على جميع المنافسين في فئتها بالمساحة، وبالتالي بينعكس على الرحابة الداخلية الفائقة. ده انعكس معنا بشكل مباشر في مقاعد خلفية رحبة وساعة تلبي جميع الاحتياجات، مساحة الأرجل الأكبر في فئتها، مساحة الرأس المتوفرة في ستاراي تعتبر من الأكبر في فئتها أيضا، كذلك أضافت قاعدة العجلات الأكبر في فئتها لستاراي مساحة تخزين عملاقة تصل إلى 650 لتر في حالة استخدام الصف الثاني.
المساحة ممكن تزيد معنا ل 1610 لتر في حالة طي مقاعد الصف الثاني، وده بيعتبر رقم كبير جدا في الفرقة. ولأن جيلي بتهتم برحلة ممتعة ومريحة وآمنة، جيلي لأول مرة بتقدم مقاعد بتقنية تسمى الاير صوفا. تعتبر هي مزيج من استخدام التكنولوجيا والمواد عالية الجودة لتقديم راحة جلوس تضاهي راحة الجلوس على صوفة المادة، ومن هنا جت التسمية بالاير صوفا. إلى جانب أنه تم دعم كرسي السائق ب 12 وضعية لتعديل الجلوس، ده أيضا غير متوفر حتى في صوفة المنزل. إلى جانب وجود ذاكرة لحفظ وضعيات الجلوس، في تحكم لدعم أسفل فرق السائق، إلى جانب أنه المقاعد على الأكيد فيها تهوية لضمان الراحة للفائق. مش بس نقف عند النقطة دي، أيضا تم إضافة شيء عاصر جدا في جيلي ستار راي، وهو أنه تم دعم مسند رأس السائق بسماعات من هارمن انفينيتي، هي تعتبر يعني براند عالمي ومعروف. بالحديث عن الجمالية واستكمالا لفلسفة التصميم، نشوف هنا عندنا دايما أول شيء بارز وجمالي ستقع عينك عليه في جيلي ستار راي هو الإنارة الأمامية. الإنارة الأمامية بتيجي بطول 2.5 متر، تعتبر متصلة الأكبر في فئتها، شعار جيلي المضيء. الإنارة الـ LED المتكيفة عالي واطي ومداها بيوصل 136 متر، تعتبر الأطول في فئتها بمسافة ملعب كرة قدم تقريبا. مستمر معانا التصميم في الشبك الأمامي المستقبلي، شفنا فلسفة التصميم، المواد المصنوع منها بجودة وحرفية عالية جدا، بالإضافة إلى استخدام مواد جلوسي ولامعة تضيف رونق جديد في الفئة. أيضا ستار راي بتيجي بنفس لغة تصميم الإضاءة في فلسفة التصميم، الإنارة الأمامية شفناها بشكل ديناميكي، كذلك الإنارة الخلفية تم تصميمها على شكل سهم مميزة جدا في فئتها. استخدمنا مواد عالية الجودة تواكب أعلى معايير التصنيع العالمي من أفضل الموردين في عالم الصناعة في هذا المجال. الجنوط في جيلي ستار راي جنوط رياضية مقاس 20 إنش، بتيجي من شركة جوديير إيجل F1 سبورت، تعتبر عالية الأداء. التصميم المزدوج اللون على الجنوط أيضا يحاكي تجهيز الأعلى بلونين على فئة السبيشال من الستار راي. الحقيقة أن حداثة التصميم ما وقفتش عند الشكل الخارجي فقط، بل امتدت أيضا إلى المقصورة الرحبة العصرية رقمية فائقة الدقة، ضمنت لنا قاعدة العجلات الأكبر في فئتها، المساحة المناسبة لجميع الركاب في ستار راي، فأصبحت المقصورة متكاملة بتجمع بين الحداثة والراحة. أول ما يمكن ملاحظته عند الدخول لسيارة جيلي ستار راي هي الإنارة المحيطية. الإنارة المحيطية في جيلي ستار راي بتيجي بتصميم عصري احنا بنسميها في جيلي ستارة إضاءة محيطية. بتيجي الإنارة بشكل طولي غير الشكل المعتاد عليه، فيها خيارات ألوان 72 لون تقدر تختار بينهم، وأيضا الإنارة المحيطية ممكن ربطها مع إيقاع الموسيقى، وأيضا هي تفاعلية مع نظام التكييف، فبتعطي أيضا إنديكيتور مع رفع أو خفض درجة الحرارة. إضافة إلى الداخلية الجمالية، جيلي أيضا بتقدم ناقل حركة كريستالي منحوت بحرفية عالية جدا، مستخدمة فيه أفضل المواد ليضيف طابع عميق على السيارة. أيضا بتتمتع جيلي ستار راي بسقف بانورامي كبير في فئتها بأبعاد 1.20 متر مربع من مورد عالمي وهي شركة إنالفا، بحيث أنه ضمان الجودة والاعتمادية تكون في أعلى صورة. لأول مرة في الصناعة بتقدم جيلي حاجب الشمس أو زي ما احنا بنسميها الشماسة، فيها جزء شفاف. الجزء الشفاف مع ضمان حماية 100% من الأشعة الضارة يسمح للسائق أيضا بالرؤية من خلاله. الجزء ده بيتيح الرؤية بوضوح للسائق، وده بيؤدي إلى إضافة المزيد من الأمان للرحلات. شيء بالجمال، الستار راي أيضا مدعوم بتكنولوجيا مستقبلية وعصرية.
واجهة المستخدم الموجودة على جيني ستار ري بنسميها جيني 1 او اس هي الأحدث لدى جيني. جميع المهام والوظائف السيارة بتعمل بشكل رقمي بالكامل، كل الوظائف مجمعة في مكان واحد، السيارة بتتحكم فيها بكل سهولة، وذلك من خلال شاشة ترفيه عملاقة بمقاس 13.2 بوصة عالية الجودة بوضوح 2K. الجديد بالذكر أنه الشاشة دي تعتبر هي أفضل شاشة قدمتها جيلي على سيارة حتى الآن. جودة التصميم فائقة، انعكاس الألوان، توضيح الألوان في أفضل صور وفي الشاشة الموجودة على جيني ستار ري. أيضا الشاشة المعلومات أمام السائق 10.25 بمقاس 10.25، دقة 2K أيضا تعكس ألوان ممتازة. لإضافة تجربة استخدام ممتعة أيضا تم إضافة شاشة علوية لعرض المعلومات وهي هيد أب ديسبلاي، تعتبر بمقاس عملاق 25.6 إنش، تفاعلية لعرض معلومات القيادة على الزجاج الأمامي. عشان جيلي ستار ري تقدر تعالج هذا الكم من البيانات والمعلومات، تم دعم جيلي ستار ري ومعالج كوالكوم سناب دراجون بدقة تصنيع 7 نانومتر، دقة تضاهي الموجودة في أحدث الجوالات حاليا، لضمان سلاسة واستخدام ممتاز. ايضا الهاردوير نفسه كمان يعتبر الاقوى في فئته، فذاكره الرام الموجود على نظام التشغيل 16 جيجا، ده بيعتبر رقم عملاق جدا في فئته. النظام الترفيهي ده ايضا توجته جيلي بنظام صوتي فريد من نوعه. النظام الصوتي الموجود على الجيلي الستار ري من هارمن انفينيتي بعدد 9 سماعات، وتعطي للمستخدم صوت ايقاعي محيطي، وأيضاً بتدعم تشغيل ملفات الموسيقى عالية الجودة. النظام الصوتي ممكن تخصيصه ليلائم جميع الاحتياجات، فمن خلال وضعيات محددة يحددها السائق بتقدر تختار ما بين وضعيات 3، سواء كان وضعية التبادل للسائق والراكب الأمامي، أو فقط مشاركة الصوت مع جميع الركاب والاستمتاع، وأيضاً يمكن تحويل الصوت إلى مسند الرأس فقط ليكون فيه خصوصية وهدوء داخل المقصود. ستار ري خضعت لمعايير اختبار صارمة فيما يتعلق بالجودة وسلامة الركاب. طبعا جيل ستار ري بنيت وفق معايير فولفو والهندسة المعمارية CMA المستخدمة على العديد من السيارات في فولفو بولستار. أيضا بتخرج ستار ري من مصانع تطار بالكامل في الذكاء الاصطناعي، مصانع البلاك لايت. من ضمن أنظمة الأمان اللي بتقدمها جيلي هي جودة البناء. المعايير المستخدمة في بناء جيلي ستار ري هي نفس المعايير اللي بتستخدمها سيارات فولفو، فعززنا السلامة والأمان في جيلي ستار ري بعدد 6 وسائل هوائية، أيضا الهيكل من الفولاذ عالي الصلابة، تقنيات للتجميع واللحام ممتازة والأفضل في الصناعة. أيضا محرك الستار ري اللي بنسميه سينك انجن، في حالة لا قدر الله حصل أي حادث لا قدر الله بينزل لمستوى يسمح بأنه تكون الحادث يعدي بأمن وسلام على الركاب. أيضا المصد الأمامي للسيارة مصنوع من الألمونيوم عالي الصلابة، نفس المستخدم في صناعة الطائرات. بالنسبة لأنظمة السلامة النشطة أو الفعالة اللي بتحد لا قدر الله من حدوث الحوادث، تم دعم جيلي بمنظومة القيادة من المستوى الثاني. فجيلي ستار ري فيها نظام التعرف على اللوحات المرورية، بيعطي السائق تنبيه بحدود السرعة القصوى، وأيضا بيتعرف على أكثر من 15 تحذير وتنبيه على الطريق. أيضا جيلي فيها نظام المساعدة في القيادة على الطرق السريعة، بيشغل كل أنظمة المساعدة على القيادة بشكل مباشر بما فيها مساعد التجاوز. مثبت السرعة التفاعلي للحفاظ على مسافات آمنة بين جيلي ستار ري والسيارات اللي أمامها أيضا موجود ويتحكم فيه بالعديد من المستويات. بتدعم جيلي أيضا منظومة الحفاظ على المسار وتحذير الخروج من مسار القيادة، وأيضا بتحافظ جيلي على القيادة داخل منتصف المسار. تدعم جيلي منظومة الكبح التلقائي أيضا، بتساعد على تفادي الحوادث لا قدر الله،
وايضا بتدعم جيلي التبديل بين الضوء العالي والمنخفض بشكل تلقائي حسب حركه المرور. منظومه الكوبر تعتبر جديده وفريده من نوعها جدا في جيلي ستار. فحصلت جيلي على محرك 4 سلندر تيربو بقوه 218 حصان وعزم دوران 325 نيوتن. الارقام دي قدره ان هي تتسارع بالسياره من 0 الى 100 كيلو في 8.2 ثانيه فقط. ايضا ناقل الحركه هو من نوع دبل كلتش عالي الكفاءه والاداء بزمن نقل وتبديل بين السرعات القياسي يصل الى جزئين من الثانيه فقط، وايضا كفاءه ايصال الطاقه 98%، ده يعتبر الافضل في فئته. المنظومة دي ضمنت أداء مثالي وضروري، ولكن أيضا ضمان الأمان هنا شيء مهم جدا. فدعمت جيلي ستار راي بمنظومة كبح معزز، وفي اختبارات اللي هو التوقف جيلي ستار راي قدرت أن هي تتوقف من سرعة 100 لسرعة 0 في مسافة 36 متر، في حين أنه متوسط الصناعة ومتوسط المنافسين في 43 متر. إذن ستار راي بتقدم هنا أداء يصل حتى إلى معايير السيارات الرياضية. جودة التصنيع معانا خلت جيلي قادرة إن هي تصغر أحجام الأعمدة أو البيلرز إحنا بنسميها. فزاوية الأي بيلر هنا 1.8، وده بيعتبر الأضيق والأصغر في فئتها، سمحت بمساحة رؤية عملاقة في فئتها. بالنسبة للفئات والضمان، بتتوفر جيلي بضمان 5 سنوات ولا 150 ألف كيلو يوم يسبق، أيضا 5 سنوات مساعدة على الطريق. فئات الستار راي بإذن الله هتتوفر بأربع فئات، بدءا من الفئة القياسية والنصف فل والفل كامل، وفي الفئة الخاصة اللي احنا هنشوفها النهاردة بإذن الله. شكرا جدا لحسن استماعكم.